ليه بتعاقب بلد بحالها؟ صحيح. فين القانون وفين الدستور؟ طيب؟ ده مواطن غلط مع مواطن تاني، ايه المشكله ان انا احاسبه او احاكمه حسب القانون والدستور ما بيقول؟ دي الاشهر الاول بعدها الزاويه، اما اللي احنا كنا فيها دي من شويه اشهر. المركز اللي عندنا ده مركز ده بيتهم؟ لا ده بيتهم قدام، ده العربات دي محطوطه طوارئ. مسيحي حرق القميص، فالمهم اتخانق مع واحد بسبب القميص، فانت امك ابوك ابوك المهم ايه اتخانقوا مع بعض. يوم واحد طلع من الجامع، معاذ ده طلع من الجامع كان بيصلي، لقى خناقه فبيسلك، يا لقى خناقه فبيسلك سلك، فالمهم ايه بيسلك بين ده وده. المسيحي طلع فوق كان مجهز مولوتوف ومجهز حاجات وميه نار وبتاع، طلع فوق راح ضرب ايه جت على اللي بيسلك على معاذ ده، ملوش ذنب هو خالص. قريتنا قرية من القرى الطيبة جدا، والإخوة المسيحيين عندنا هنا عايشين معانا في سلام وفي أمان، والله في الشرف الكريم. أسلم حالي ان هم يمشوا وهيعرفوا يرجعوا طبعا، هيقعدوا واحنا عايزينهم يرجعوا، بس اما المسلم اما المسلمين اللي او العائله اللي هي معاهم دي تاخد حقها. وسمرنا فين؟ وتعالى اوريك الدوت الثاني بتاع المسيحيين. ها واحنا لحامين، وادي دي بيت مسيحي، دي مسيحي من الدوله خلصت يا باشا، احنا في حريه وعداله دلوقتي، وعاوزين نمشي البلد بما يرضي الله ورسوله. والرسول اوصانا صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان اللي شد بعضه بعض. احنا هنا كمسلمين بنتعامل مع الاخوه المسيحيين القدام اسره واحده، انا اصدقائي استقبلهم كبيره جدا وعلى اتصال تليفونيا لحد دلوقتي. احنا مش ما بيننا وبينهم اي حاجه، فيما يتمنا بيقفوا معانا. مش بيجي عايز يمشي، لا بيقفوا معانا. واحنا في بيتهم بنقف معاهم وبنجاملهم، اللي هم القدام المتربيين معانا اللي هم محجبينهم اهل البلد. ايوه مش انا بس، البلد كلها هم لهم ملك هنا كتير، مش ملك قليل، لهم حوالي 200 فتاه. لو الولد القاتل مسلم والقتيل كان مسيحي والولد المسلم هو الغلطان، تمام؟ هل كان المسلمين هيمشوا من البلد؟ دي شركاتهم هم الخاصه، هم بيخافوا. يعني احنا مش هنمشي. طب احنا مش هنمشي طبعا. هنمشي ليه؟ ما احنا هنا بنكتب في بعضينا وما حدش بيمشي. حكايه ولا ايه؟ صحيح. فين الناس اللي مشوا؟ راحوا فين؟ كل واحد راح عند اهاليهم بره. راح عند اهاليهم بره. فين؟ بلاد حوالينا برضه. اللي في المنيب، اللي في الجيزه. لا لا لا. اللي في المنيب، اللي في الجيزه، اللي في المعادي، اللي في الهرم. ولد مسيحي مكواجي. وواحد من الجيران حصل اختلاف على قميص اتلسع او اتحرق، فحصل مناوشات بينهم، كلمه من ده وكلمه من ده، حصل اشتباك بينهم. الموضوع خلص. جه تاني يوم اتجدد الاشتباكات بين ده وبين ده وبين ده. حصل الخلاف، الناس قامت على بعضيها، ده بيسلك ده بيعمل، قاموا على بعض. اللي هو القتيل او المتوفي ده جاء عليه شوية بنزين أو مية نار، اتحرق وهو ده اللي حصل. يوم الجمعة اللي فات حصل هجوم على بعض البيوت وابتدوا يرموا ازاز. الجمعة اللي فاتت امتى؟ الجمعة اللي فاتت ده على طول قبل الحادث بثلاث أربع أيام. فابتدوا يرموا ازاز مولوتوف على البيوت. ده تمهيد. تمهيد. كان الولد لسه ما ماتش. بلغونا الحق بيت أخوك بيتحرق. فروحنا كلنا، رحنا لقينا الحقيقة، يعني الجيران كانوا متعاونين جدا وناس فيهم ناس افاضل كتير وقفوا وتصدوا للناس. طبعا لما رحنا على الحادث وجدنا اهل البلد والشارع كلهم بما فيهم العمده وشيخ البلد وكانوا بيطفوا. جه مدير الامن وجه رئيس المباحث وجه السيد مامور المركز البدرشين وجم اهل البلد كلهم وقعدنا وقالوا ان في قعده ودي على اساس يبقى في تصالح ونهدي نفوس كده. بس طبعا بعدها بقى بيوم كل واحد مارس شغله عادي وطبيعه عمله عادي. ثالث يوم قال لك ان المتوفي مات. حصل بقى احتقان. حصل بقى موضوع الاحتقان دوت بقى ونفوش شالب وحصل اللي حصل. اخو اللي اتحرق ده قبل ما يموت مشي في الشارع بعد القوات ما انسحبت الساعه 2 بالليل
وقال لازم نولع فيكم او نضربكم بالنار فلازم تقفلوا بيكم وتمشي. فعلا هو قال كده، هو واخوه اللي كان ماشي معاه، حاولنا ان احنا نهديه، قال لازم تمشوا. حضرتك احنا بنحاول نهديه، احنا ذنبنا ايه؟ مفيش حاجه. قال هو كده. جالنا خبر ان الولد مات. طبعا حصل قلق ورعب، لان هم كانوا مهددين قبليها ان الولد لو مات مش هنخلي ولا مسيح. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ممكن يكون الامن اكبر الناس دي انها تخرج من البلد خوفا على حياه الناس. ده ممكن يكون صحيح ان هم خافوا ان هم يكونوا في دم. بس حضرتك هو ده الحل؟ بص حضرتك، هو اللي يكون في ثلاث عربيات امن واقفين قدام الورشه وفجاه يمشوا، يمشوا ليه؟ بس انا برضو قبل ما الجنازه تيجي مشيتوا ليه؟ انسحب الامن. حضرتك لو كل واحد، لو كل فرد امن ادى دوره، انا كنت متاكد ان مفيش حاجه هتحصل. هو الامن انسحب في وقت حرج جدا، كان ممكن يعني جداً. يوم الجمعه اللي فاتت الامن لما جه، والسيد مدير الامن لما جه قال لك احنا هنقفل مداخل الشوارع دي ونحط خدمات، يعني حتى السيد مدير الامن خد اسامي المحلات والورش والمخزن ولا اخره على اساس ان هو يحط خدمات على كل المحلات والمنشآت. حط فعلا يومين ثلاثه لما عرف ان الولد مات انسحب الامن. هو السؤال لماذا؟ فطبعا بقى حصل الحرج والمرج لماذا انسحبت؟ لماذا انسحبت؟ ليه؟ وانت عارف ان الناس جايه هتهد الحاجه ديت وقتنا بحضرتك، والناس مش موجوده. المحلات بتاعتنا اتنهبت بالكامل. كم محل؟ الغيار كم محل؟ ست محلات. بقول يا ابونا امشي ولا اقعد ولا ايه؟ قال لي لا اقعد يا بابا ما تخافش وربنا يستر. بس انا عايز اقول حاجه، الساعه 11 ونص الظهر نزلت لقيت فيه جاري اللي هو رضا العير، قال يا وديع انت ايه اللي معاك هنا؟ انت المفروض كنت مشيت من بدلك تهندى عليك، قلت انت لك نايم او كده او كده. المهم انا نزلت لقيت فيه ناس واقفه في الشارع، قال هو في واحد منهم هو ابن كذا وكذا، ابن دي الكلب. جابوا الظابط يعني يا وديع. المهم الظابط قام شاتمني برضه، جاي هيمد ايده عليا، قلت انا عامل كده وحاش ايدي. وبعد كده مشيت. اخر ناس في بيت عدل ابو عزيز الحكومه خدتهم في البوكس، دارت البوكس من ورا وداروهم، بنته عندها القلب بمراته، هو راجل كبير عنده 70 سنه، طلعوه من الدار. انا تخيلت كده بصراحه، مش اخر حاجه تخيلها ان هم يعملوا الدمار ده كده. اي حاجه تخص المسيحيين اول حاجه بيعملوها بيكسروا البيوت وبيحرقوا فيها، بس دي حاجه مش صح يعني، بياخدوا ذنب واحد بذنب الناس كلها بذنب واحد يعني. شقتي بتصل بالجيران بقول لهم اللي حصل، قالوا حاجتك كلها في الشارع. قلت له طب شوف الحاجه اللي تنفع وشيلها، قال لي مفيش حاجه تنفع خالص. انا مش متخيل ارجع بيتي يعني، هي الكرامه راحت والهيبه راحت بصراحه. احنا مش بنبكي على الفلوس ولا على البيوت اللي ضاعت، بنبكي على كرامتنا. انت بتفكر ما ترجعش فعلا؟ انا بفكر، انا لو واحد هيتمن بيتي يعني متخيل ان هيتمنه بسعره انا هبيعه دلوقتي. العادي لا مش اضطهاد، هم مشوا بمزاجهم. يعني احنا لو حصل العكس، معلش يعني انا اسف، لو حصل العكس ان واحد مسلم رمى ازازه مولوتوف على شاب مسيحي والشاب ده مات، هيقولوا ايه؟ ده نصيبه كده، اصل ده قدره مكتوب، هو ربنا كاتب له كده. طب ليه العكس ما تقالش كده؟ ليه قال ان احنا ناخد حقنا من الناس، من المسيحيين كلهم، من المسيحيين كلهم؟ ليه حضرتك احنا بنوجه برضو رساله للحكومه ووزير الداخليه والرئيس محمد دكتور محمد مرسي، حضرتك انتوا فين؟ حضرتك انت رئيس لكل المصريين، احنا فين؟ احنا فين ممتلكاتنا اللي نحافظ عليها؟ ان شاء الله في خطوات، في خطوات. باشا مساعد الوزير كان موجود، مدير الامن ومدير اداره البعث الكنائي كمال بن داري واللواء محمود لطفي وكل القيادات الداخليه موجوده و من فوق لتحت. حضرتك ما تعرفش حضرتك العمده ايه الخطه الزمنيه او ده ممكن يحصل ازاي؟ لا لسه والله، حل الازمه دي بقى عند ربنا، انا مش شايف لها حل. انا مش شايف لها حل كشخصي. مش عارف يحلوها يعني؟ ربنا اللي بيحل، البني ادمين لا، كانوا حلوا قبل كده. صح. ايه اللي حلوها قبل كده يعني عشان يحلوا دي؟ احنا في مساء ان شاء الله هتتكتب شروط و اهل المتوفي هيمضوا فيها وتاكل هيمضوا فيها ولو واحد تاني لازم تاكل يمضوا فيها. الشروط دي مثلا حوالين ايه؟ شروط تحكيم للصبح يا استاذ. في حاجه اسمها حكم عرفي. طيب. تحكيم العرفي. طب ما انا هروح حته تانية. خلاص هي بيتنا راحت وكده، هروح حته تانية، بلد تانية او مكان تاني هيحصل احتقان بيني وبين جاري،
هتجرني نفس مكان تاني. عيالي دول اوديهم فين؟ اجيب لهم منين؟ اقول لعيالي ايه؟ اقول لهم ما قدرتش احميك ولا احمي بيتي؟ اقول لهم ايه؟ اقول لمراتي ايه؟ هو انا مش بني ادم زي كل البني ادمين؟ الواحد يتكلم يقول ايه؟ وابني ده لما يسالني يقول لي ما قدرتش احميني ليه؟ اقول له عشان انا مسيحي.